السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع آثار جديدة ورسالة جديدة نقتطفها من رسائل ابن أبي الدنيا رحمه الله، حتى يتنوع بنا المقام على الأصل الذي ذكرنا أولا، وهو أن العبادات لكثرة تنوعها يحتاج القلب إلى تعددها وتشعبها حتى يقوى، ولعل ثمرة تثمر من واحدة منها يكون العبد من أهلها. فالعبادة من سماتها التنوع، فعبادة على القلب، وعبادة على البدن، عبادة على اللسان، عبادة في المال، عبادة تثمر إخلاصا، وعبادة تثمر احتسابا، وعبادة تثمر قوة، وعبادة تثمر حبا، وعبادة وهكذا. مع تنوع هذه العبادات يبقى العبد على الوجه الذي يسيره بين يدي الله سبحانه وتعالى سيرا صحيحا. نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الرقة والبكاء، وهذه من أجل العبادات التي يفتقر إليها المتدين. وقد صدق بعض السلف حين قال، وهذا ذكره أظن السيوطي رحمه الله تعالى عن بعض السلف، أنه كان يقول أن العبد يحسن به أن يعامل ربه كما يعامل الصبي أمه، فيظل يبكي بين يديه حتى ترحمه وتعطيه ما يريد. وهذا أيضا محبوب لله سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى، يحب ذلك من عبده. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، لن يحنث، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري عبد أبدا. وهذا من الرجاء، لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هذا ينزل في القلب منزلة هذه القطرات التي تنزل من خشية الله، إذا قرأ القرآن، إذا تذكر الحساب، إذا حسب نفسه فرحمها وأشفق على نفسه بين يدي الله، إذا عظم أمره ونهيه سبحانه وتعالى فبكى بين يديه. ولا أنفع للعبد في هذه الأحوال كلها من أن يعرض نفسه على القرآن فتنزل دموعه على هذه الأوصاف. قالوا عن أبي ريحانة وهو صحابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترى النار عين بكت من خشية الله ولا عين سهرت في سبيل الله. وعن زيد بن أرقم قال: رجل يا رسول الله بما أتقي النار؟ قال: بدموع عينيك، فإن عينا بكت من خشية الله لا تمسها النار أبدا. وهذا فيه ضعف، لذلك ضعف ابن رجب رحمه الله تعالى، لكن الشطر الأخير يشهد له ما ذكرنا من الأحاديث التي قبله: فإن عينا بكت من خشية الله لا تمسها النار أبدا. فكم من حال يفتقر إلى هذا الحال، وأن تنزل دمعة الخشية بين يدي الله سبحانه وتعالى حيث لا يشعر به أحد، وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى فيرق قلبه به. قالوا عن أبي الجلد: قرأت في مسألة داود عليه السلام: إلهي ما جزاء من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجنتيه؟ فقال سبحانه: جزاؤه أن أحرم وجهه على لفح النار
وأن أؤمنه يوم الفزع، وأن أؤمن وأن أؤمن أؤمنه يوم الفزع. وهذا قد تواترت به الأدلة وكثرت به متضافرة، أن هذه الدمعات التي تنزل من خشية الله سبحانه وتعالى إنما هي سبب لوقاية العبد من عقوبة الله سبحانه وتعالى. لذلك كان السلف، جميع السلف كانوا على هذا الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقع منه ذلك، كان كثيرا ما يقع منه ذلك. قال فعن زياد العنبري أن الله تبارك وتعالى قال: وعزتي لا يبكي عبد من خشيتي إلا أجرته من نقمتي، وعزتي لا يبكي عبد من خشيتي إلا أبدلته ضحكا في نور قدسي. وقال الحسن: إن العينين لتبكيان وإن القلب لا يشهد عليهما بالكذب، ولو بكى عبد من خشية الله لرحم من حوله ولو كانوا 20,000. فالعبرة ليست في هذه القطرة، إنما محل نظر الله من عبده فيما يكون في قلبه حين تنزل هذه. فهذه علامة، علامة في القلب، إما صدقا أو كاذبا. بل قد يصل العبد في مراحل كما قال بعض السلف، أظن قتادة، أن المنافق يملك عينيه إذا أراد أن يدمعها ويبكيها طلبا لمدح الناس ورؤية عمله، فعل يقوى على ذلك. والمؤمن كما سنرى من أحوال السلف كانوا يبكون وكانوا يحبون ألا يرى أحد بكاءهم، فإنهم ما بكوا لرؤية الناس، وما قرأوا ورقوا طلبا لرحمة الناس، ولا طلبوا بذلك شيئا مما في أيدي الناس، إنما يفعلون ذلك لله سبحانه وتعالى. فكان بعضهم إذا دخل عليه وهو يقرأ القرآن يضع شيئا على المصحف يداريه. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا بكى حبسها حتى تخرج من أنفه، وكان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد بكاؤه ثم يحبسها فتزكم بها أنفه فيقول: ما أشد الزكاء، كأنه يدفع عن نفسه أنه يبكي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وهب بن منبه: البكاء من خشية الله مثاقيل بر، ليس لها ثوابا، ليس ثوابه وزنا، إنما يعطى الباكي من خشية الله والصابر على طاعة الله أجرهم بغير حساب. وهذا قد أكثر منه ابن أبي الدنيا في هذا المعنى. فقال فرقد السبخي: بلغنا أن الأعمال كلها توزن إلا الدمعة تخرج من عين العبد من خشية الله، فإنه ليس لها وزن ولا قدر، وإنه ليطفأ بالدمعة البحور من النار لعظمها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، وحب الله سبحانه وتعالى لهذه الدمعة التي تخرج من عين بكى قلبه قبل عينيه فيها صاحبها ورق لها. قال وقال شهر ابن حوشب: لو أن عبدا بكى في ملأ من الناس لرحموا ببكائه، لرحموا ببكائه. يعني هذا يستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى. ذلك من مواطن الرحمة في قيام الليل وصلاة التراويح، والإمام يقرأ وهناك خشع وأناس يبكون في أنفسهم، هؤلاء يستجلبون الرحمة وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والرحمة إنما تكون في الجماعة أكثر منها في الفرد. قال وقال عبد الله بن أبي سعيد السراج: كنا عند الحسن يوما وهو يعظ. والحسن البصري
حتى تكون الصورة متضحة، كان إذا دخل السوق كبر الناس. هذا قيل في ترجمته، هذا حال السمت وحده، كان إذا قيل إذا روي كبر الناس، فكيف إذا تكلم؟ على هذا السمت الذي شع نورا ولم يكن بذا الوجه الحسن كما يظن الناس، بل هؤلاء كانوا موالي، لكن سبحان الله طفح عليهم ما نظن أنه بداخلهم، وأبقى الله ثناءهم هائلا في الأمة، وتتابعت الألسن بالدعاء لهم والترحم عليهم والترضي عنهم. فكان يعظ، فانتحب رجل من ناحية المجلس، أخذ رجل يبكي حتى انتحب، أصابه النحيب، فقال الحسن: أيها الباكي أشدد، أو قال أحدد، فإنه بلغنا أن الباكي من خشية الله مرحوم يوم القيامة. يعني هذا الذي تفعله محل الرحمة يوم القيامة، فهنيئا لك. وكأن الحسن يرى أن الرجل حاله أفضل من حاله هو، مع أن الرجل ما انتحب إلا بكلامه هو الذي يعظ به. وقال جعفر بن سليمان: وعظ مالك بن دينار يوما فتكلم، فبكى حوشب، فضرب مالك بيده على منكبه وقال: ابكي يا أبا بشر، فإنه بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار. وهذا الذي ذكرناه قبله، أن الدخول على الله سبحانه وتعالى من باب البكاء يستجيب العبد الرحمة إذا صدق في بكائه. وقبل بكاء العبد لابد أن يكون منطلق هذا البكاء من قلب العبد، فإذا كان قلب العبد على هذا الحال فهنيئا له، فهو مرحوم معتوق من النار. وقال رجل الحسن: أوصني. فقال: رطب لسانك بذكر الله. وهذا لابد أن يعلم في الحديث: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يفهم منه أن قلة الذكر يبس للقلب واللسان تبعا، فيبس اللسان يؤثر في القلب ويجف به مادة حياته، وهذا يستلزم من العبد كثرة الذكر لمحبوبه سبحانه وتعالى. قال: رطب لسانك بذكر الله، وند جفونك بالدموع من خشية الله. ندها كن رطبا من الدموع، فقل من طلبت لديه خيرا فلم تدركه. قل من يكون لسانه ذاكرا وعينه دامعة من خشية الله سبحانه وتعالى، ويدرك يطلب خيرا ولا يصل إليه، يعني يكون حاله أقرب إلى الإجابة، حاله أقرب إلى التوفيق، حاله أقرب من السداد، محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال صالح المري: بلغني عن كعب أنه كان يقول: من بكى خوفا من ذنب غفر له، ومن بكى اشتياقا إلى الله أباحه النظر إليه، يراه متى شاء. هذا ليس ثابتا قطعا في الدنيا، في الدنيا ليس أحد يرى ربه إلا أن يموت، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن لعلها تحمل على منازل الآخرة وكثرة الزيارات، وهذا أيضا لم يثبت به دليل، لكنها من جملة العمل الصالح الذي يقرب به العبد من ربه سبحانه وتعالى وليس بعيدا. قال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة يحط الذنوب
كما تحط الريح الورق اليابس. ومعلوم أن هذه الدمعات والله ثم والله عزيزة، ونزولها رحمة أرادها الله سبحانه وتعالى بعبده حين تدمع عينه من خشية الله. لذلك حين يرى العبد من ذلك من نفسه أو من غيره، يستحضر الرحمة التي تنزل الآن. قال عمر ابن ذر: ما رأيت باكيا قط إلا خيل إلي أن الرحمة قد تنزلت عليه، إلا أن الرحمة قد تنزلت عليه. وقال عمر بن عبد العزيز لأبي الجودي: اغتنم الدمعة تسيلها على خدك لله. يعني إذا نزلت أحسن الظن في هذا الوقت أن الله عز وجل قد فتح لك بابا من الخير، فلابد للعبد أن يغتنم هذا الحال ويحسن الظن بربي سبحانه وتعالى أنه يسر له محبوبا إليه سبحانه وتعالى، فيكثر منه ويلزمه ولا يعجل على نفسه. فلو أنه مثلا يقرأ القرآن وانشرح صدره به فبكى، وكان وحيدا يناجي ربه به، لا يعجلن على نفسه ويركع. وإذا فتح له في دمعه حين سجدة العبد بين يدي ربه فلا يعجلن على نفسه فيرفع. فما أفقر العبد إلى هذه اللحظات، وما أرحم الرب سبحانه وتعالى من العبد وهو في هذا الحال، يدعوه ويسيل دمعه بين يديه، يرجو ما عنده ويخاف بطشه وعذابه. هذا به يأمل العبد، يأمل به العبد ما عند الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا لابد للعبد أن يغتنمه فينزل حاجته ويكثر من مسألته، فالله عز وجل يبصره ويعلم فقره ويعجبه حاله، فلعله يأخذ بيده فيرحم ضعفه ويجبر كسره ويؤمنه مما يخاف ويغفر له مما يبكي من تبعاته وآثاره. فهي مفتاح لرحمته سبحانه وتعالى، كما قال أبو حازم: البكاء من خشية الله مفتاح لرحمته. فلو أن العبد يسر له فقد أعطاه الله مفتاح رحمته، فهلم إلى حسن الظن به سبحانه وتعالى. قال سفيان بن عيينة: البكاء من مفاتيح التوبة. قال: ألا ترى أنه يرق فيندم؟ هذا مفتاح توبة، وركن التوبة الأعظم الندم. فحين يرق ويبكي يكون هذا مع ندمه. وقال حمزة الأعمى: ذهبت أمي إلى الحسن فقالت: يا أبا سعيد، ابني هذا قد أحببت أن يلزمك، فلعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أختلف إليه حمزة، فقال لي يوما: يا بني، أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه، وابكي في ساعة الخلوة. وهذا مهم جدا. ذلك تميم الداري رضي الله عنه لما مر على الرجل وجده يبكي في المسجد فقال له: أنت لو كان في بيتك. الخلوة، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا أحب إلى الله وأقرب لإخلاص العبد،
حاله صفاء حيث لا يدري عنه أحد، وهو يناجي محبوبه سبحانه وتعالى وينزل حاجته ببابه. يا رب، أنا الذي أسأت طويلا، أنا الذي فعلت وفعلت، يا رب ها أنا جئت، يا رب أنا أخطأت، أنا أسأت، يا رب خذ بيدي إليك، أخذ الكرامة عليك. يا رب حين عصيتك لم أكن بنكالك جاهلا ولا بعقوبتك ولا لعقوبتك متعرضا، لكن غرني إمهالك وسترك المرخي علي. فمن من عذابك يستنقذني، وبحمل من أستمسك إن قطعت حبلك عني؟ يا رب ليس لي إلا أنت، لا تؤاخذني، واعف عني، ارحمني، اجبر كسري. يا رب أسأت في كذا، وأنت الله الرؤوف الرحيم. ولا يزال العبد على هذا الحال بينه وبين ربه، لا يتململ من نظر الناس إليه، ولا يرجو إلا ما عند الله، فيقع فعله هذا في محله. قال: وابكي في ساعة الخلوة لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك. فإذا وجدك على هذا الحال يرحم عبرتك فتكون من الفائزين. قال: وكنت أدخل عليه منزله، يعني يدخل على الحسن وهو يبكي، وآتيه مع الناس وهو يبكي، وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه، فقلت له يوما: يا أبا سعيد، إنك لا تكثر من البكاء. فبكى ثم قال: يا بني، فما يصنع المؤمن إذا لم يبكي؟ يعني طب هننجو إزاي وإحنا كده ملناش اختيار تاني يا ابني؟ لازم نفد على الله سبحانه وتعالى وقد رحمنا، ولا حيلة لنا، أسأنا وقصرنا وأسرفنا، كيف لا نبكي؟ قال: إن البكاء داع إلى الرحمة، فإن استطعت ألا تكون عمرك إلا باكيا فافعل، ألا تكون عمرك باكيا فافعل. وكأنه يقول له: لا أفضل من ذلك، لعله يراك على حالة فيرحمك بها، لعل قلبا رق وخشي ربه ورجى ما عنده فبكى، اشتاق، فينظر الله سبحانه وتعالى لعبده فيرحمه بها. فإذا أنت قد نجوت، فإذا أنت قد نجوت من النار. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يرزقنا قلبا خاشعا وعينا من خشيته دامعة، وعلما نافعا ويقينا راسخا وإيمانا صادقا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.